إذن مباشرة إلى نادي البلاسي محلة الأسواق في مجموعة إكويتي للحديث عن ما يدور في العالم وبعض الترحيب بك. دعينا نبدأ بما انتهى إليه الفيدرالي الأمريكي البارحة عبر المحضر والذي أشار حسب التوقعات وتصويت أغلبية الأعضاء باستمرار وتيرة الرفع لكن بمعدلات أقل، نتحدث عن 25 نقطة أساس يعني تماما ما تحدث جيروم باول من قبل. لكن رغم ذلك هناك حديث عن ركود لدى البعض في أمريكا في العام 2023، إلى أي مدى تتفقون وهذه التوقعات؟ نعم، يعني مثل ما قالوا الفيدرالي التصريحات الفيدرالي أمس بأن سيتدخل الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس 3 مرات مقابل المرتين الذي كنا متوقعينها، فذلك انعكس على السوق بشكل سلبي خلينا نقول، خصوصا على أسواق الأسهم الأمريكية، لأن تدعم بيانات اقتصادية قوية مثل سوق العمل ومبيعات التجزئة وأيضا يعني في القطاع الخدمات والقطاع الصناعي مع بعض، نشهد أن في اتفاقية وفي نوعا ما يعني قوة من هذه البيانات الذي ممكن أن تدعم الفيدرالي في أن يكون أكثر تشددا، مما أثر على الأسواق بشكل إجمالي ويعني أسس من مخاوف الركود الاقتصادي. يعني كنا متوقعين أن يصير أو يعني نحن في soft landing، ولكن بعد اجتماع أمس مع يعني اختلاف الآراء إنه بعض الممبرز متوقعين إنه يكون في يعني إنه يدعمون 50 نقطة أساس وبعض الممبرز يدعمون 25 نقطة أساس، نوعا ما هذا كان جدا مثير يعني في الأسواق الأسهم الأمس. أيضا أثر على المعدن الثمين الذي الآن يتداول دون مستويات 1830 دولار، يعني نتوقع الآن أو القلق الآن يكون عن الركود الاقتصادي ومدى أن يكون هذا الركود متفاعل مع الأسواق الأمريكية خصوصا في أسواق الأسهم. نعم نادية، يعني لو تحدثنا أيضا استمرار البيانات، لاحظنا تباطؤ التضخم ولكن كان أضعف من التوقعات في الفترة الماضية، لكن إحنا عم نترقب أيضا يوم غد فيما يتعلق ببيانات الإنفاق الشخصي، كيف ستكون هذه البيانات برأيك والتوقعات المرسومة لها في الفترة المقبلة أيضا على تحركات الفيدرالي الأمريكي؟ هل سيستمر في إبطاء وتيرة رفع الفائدة حتى لو جاءت هذه الأرقام مرتفعة فوق التوقعات؟ نعم سالي، يعني نرى أن البيرسونال إنكم والبيرسونال سبندينج أو الإنفاق يعني بيانات الإنفاق والدخل يعني يشيرون إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع يعني إلى 0.4 مقابل 0.3% التي جاءت في الشهر الماضي، لذلك التوقعات تشير بأن هذه البيانات سترتفع. ممكن أن تغير أو يعني تؤيد الفيدرالي من ناحية تشديد يعني فعليا استمرارية تشديد أسعار الفائدة بهذه الوتيرة أو بارتفاع هذه الوتيرة، وأيضا نتوقع أن المعدل الأساسي أو النهائي السقف النهائي أن يرتفع من 5% إلى 5.25 معدل كإجمالي في معدل أسعار الفائدة. فهذا يعني فهذه التوقعات أيضا أدت إلى نوعا ما يعني معنويات سلبية في الأسواق يوم أمس، ولكن الآن يعني نشهد أن في ارتفاعات في الفيوتشرز خصوصا في أسواق الأسهم التي ممكن أن يكون خلاص يعني سعرت الأسواق هذه الثلاثة رفع يعني الثلاثة رفع القادمين، ولذلك سنشهد أيضا تقلبات في السوق خصوصا بعد هذه البيانات التي ننتظرها يوم أمس والذي ستلعب أيضا دور كبير خصوصا الكور بي سي اي الذي هو معدل تضخم مهم جدا إلى أسواق الأمريكية وأيضا في الاقتصادات وخصوصا النمو الاقتصادي بشكل إجمالي. جيد، تعلمي نادية أنه سيصدر اليوم أيضا
ربما بيانات مهمة فيما يتعلق بأسعار المستهلكين في منطقة اليورو هذه المرة، لكن التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، يعني نتحدث عن 8.5، توقعات تشير إلى 8.6، هذا عكس كل الاقتصادات الأخرى، يعني كندا البارحة كانت 5.9 تراجع معدل التضخم. برأيك ما هو سبب تباطؤ تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو قياسا على الاقتصادات الأخرى حول العالم؟ نعم، يختلف الاقتصاد الأوروبي بشكل جدا يعني صريح مقابل باقي الاقتصادات العالمية، وصرحت كريستين لاغارد أنهم لما زال يعني بحاجة إلى تجديد السياسة النقدية واستمرارية رفع يعني أسعار الفائدة بشكل أكثر تشددية، بينما يعني مثل ما شاهدنا في بنك كندا أنهما يعني أصروا ب أن يعني لا يزال النيد أن هما يرفعوا لأنهم كبحوا التضخم بشكل واضح، ولكن يعني لا نقول نفس الشيء بشأن المركزي الأوروبي وبشكل أوروبا، لأنها لسه تعاني من أزمة الطاقة، ولا يزال أنه الإلكتريسيتي والطاقة إن جنرال، قطاع الطاقة إن جنرال لا يزال مرتفعا جدا، حتى ارتفاع بنسبة 20.3% في قطاع الانرجي، والذي ايضا يحرك نوعا ما او يؤثر في قرارات البنك المركزي الاوروبي. فنعم، نتوقع ان او تشير التوقعات الى ان التضخم سيزيد الى 8.6% مقابل 8.5 التي شهدناها يعني before previously، ولكن يعني مع ذلك ممكن بيانات أخرى مثل الانفاق وبيانات أخرى يعني مثل هذه البيانات أن تشير إلى يعني بغض النظر عن اختلافات البيانات التي نشهدها، لسه في تضخم في ألمانيا ولسه في تضخم في جميع ولايات اليوروزون، لذلك سنشهد ارتفاع في التضخم مما سيؤثر بشكل ممكن أن يؤثر بشكل إيجابي على اليورو، لأنهم سيدعم مثلا رفع سعر الفائدة من قبل المركز الأوروبي، واليورو الآن يحتاج إلى دعم لأنه مقابل الدولار الأمريكي الذي استعاد قوته يعني منذ أمس إلى مستويات 104، يعني شوف في أن اليورو لازم يعني يستعيد قوة أثيست للفترة القادمة بسبب هذه تجديد السياسة النقدية. شكرا جزيلا لك نادي البلاسي، وأنت محللة الأسواق في مجموعة إكويتي. شكرا.